هنا على محلق حي الإذاعة بحلب تعتلي ما يسمى السيادة السورية متمثلة برئيس النظام ووالده، وعلى بعد أمتار قليلة تنتهك السيادة ذاتها من قبل ميليشيات إيرانية تستولي على مركز رئيسي لها لنشر التشيع في المدينة. آليات وعمال سوريون من مجلس حلب المحلي التابع للنظام يعملون على توسيع وترميم مسجد النقطة المعروف بمشهد الحسين، أكبر وأهم معاقل إيران في مدينة حلب. مصدر من مجلس حلب المحلي قال لتلفزيون سوريا إن المشروع يهدف إلى توسيع المزار داخل المسجد ليتسع لأعداد أكبر من الزوار القادمين من كل من العراق وإيران ولبنان، إضافة إلى ترميم معظم المرافق في المسجد وإعادة تأهيلها من جديد تحت إشراف خبراء إيرانيين يعملون فيما يسمى اللجنة السورية الإيرانية العليا المشتركة. وأضاف المصدر أن ميليشيات إيران طرحت فكرة نصب تمثال تذكاري لقائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في ساحة المسجد عقب الانتهاء من المشروع، والذي يتوقع انتهاؤه بعد 3 أشهر على حد وصفه. إيران الساعية للتغلغل في جميع مفاصل الحكم في سوريا عبر تقديم تسهيلات من نظام الأسد تبدو اليوم بعد 9 سنوات شريكة مع روسيا في قضم مزيد من الأراضي السورية عبر استثمارها من حكومة النظام، ولأمد بعيد على حساب السوريين أنفسهم.